النبي المرسل صلى الله عليه وسلم وكتابه المنزل حتى اتخذ على أهل الأفكار طريق الاعتبار بما فيه من القصص والأخبار واتضع به سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم بما فصل فيه من الأحكام وفرق بين الحلال والحرام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي نزل الفرقان عليه ليكون للعالمين نذيرا صلى الله عليه وسلم وعلى إلهي وصحابه الذي تذكروا بالقرآن وذكروا به الناس تذكيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام يقال صاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخرة آية تقرأها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الحمد لله يستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله رسوله فقد رشد ومن يحسي ما صدق الله العظيم.